أم لا إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات ابتداء من 7 فبراير المقبل؟ والقرار انتظره طويلا العاملون في قطاع السياحة والمواطنون عموما. حمزة إتم سعود. قرار حكومي طال انتظاره، وانفراج وضعية لاح في الأفق لقطاع وكالات الأسفار بعد معاناة دامت لوقت ليس بالهين. هذا القرار جانا هي البارح، كنا صايمين رمضان ودابا قالوا لنا عندكم العيد نهار 7. هذا القرار إن شاء الله غيعاون يحيينا تدبير وكالة الأسفار، وعاودوا اليقين إن شاء الله غيشتغلوا. فتح المجال الجوي في وجه المسافرين من وإلى المملكة رسم ابتسامة على وجه من كانوا ينتظرون هذا القرار من المواطنين، ابتسامة تشوبها بعض ملامح الخوف والتوجس. هذا القرار ما يمكن لي يفرح أي مواطن، لأن كل شيء توحشي سفر. ولكن الآن بقاو جوج ديال المسألات، أولا فين هما الإمكانيات ديال السفر، ثم ثانيا فين هي الثقة باش يسافروا الناس. غنسافروا، شنو الضمانات اللي عندنا بانه الا تسدوا الحدود عاوتاني غادي يرجعوا ولا غيردونا ولا غنبقاو تما؟ ولي جون اللي موالفين يسافروا راه سي اون بون نوفيل، واخا كانت معطله شويه بحال كنا تنتسناو في الباك، مي اون اسبيغ حاجه وحده ما يوقعش كيف ما وقع الناس اخرين من لا فامي ديجا اللي خرجوا وبقاو واحدين تما، كني في لا بخومييغ فوا اللي لا دوزيام فوا. كنمشي دابا كل عام عمره، وهذا القرارات فرحنا به بزاف، فرحنا به بزاف لانه الحمد لله كنا كنتسناو بشوق. ولكن كما قلت لك عاوتاني كنرجع لهون لان خايفين من داك التخوف ديال السدان على غفله. سماء المملكة تفتح أجواءها في وجه المسافرين من جديد، وتكتب بداية جديدة لقطاعات عانت من الجائحة ومن تداعياتها لأجل التعافي ولإعادة الحياة لها.